النات. تمنح الجنسية التونسية بمقتضى أمر ودون شرط الإقامة بتونس منذ 5 أعوام سابقة عن تقديم طلبه للأجنبي الذي أدى لتونس خدمات جليلة أو الذي يكون في تجنسه بالجنسية التونسية فائدة عظمى لتونس. هكا تقول مجلة الجنسية التونسية. مدرب المنتخب الوطني العام 2022 تبارك الله عليه مدته أطول من العهدة الرئاسية بفضل قرار من الباب العالي. قلت مدرب المنتخب استدعى 27 ملاعب الأول تربص للمنتخب في الدوحة من 1 إلى 18 جانفي، من بينهم الإيفواري كوليبالي. سي كوليبالي تقدم بطلب الحصول على الجنسية التونسية. مانيش متأكد أنه استوفى 5 سنين إقامة في بلادنا، وفي كل الحالات الجنسية مش بطاقة إقامة. في الولايات المتحدة الأمريكية بعد استيفاء الشروط يخضع الراغب في الجنسية لاختبار فيه 100 سؤال على الدستور وتاريخ البلاد وحقوق المواطن وواجباته، زيد إتقانه للغة الإنجليزية. تمكين سي كوليبالي من الجنسية التونسية يفترض أن يقدم خدمات جليلة لتونس. الحقيقة ما نتفكر له شيء، اللهم إلا إذا حسبوا له البونتوات اللي مركاهم واللي خلص عليهم بالعملة الصعبة، رغم ما نفعوش الترجي في كل الحالات باش يكون بطل إفريقيا، ولا نفعوا من قبله الاتحاد المونستيري ولا الملعب التونسي. رئيس الجامعة اللي منع من رياح الثورة ومدرب المنتخب سمحوا لأرواحهم يستدعوا ملاعب أجنبي لتربص المنتخب. بأي حق يلبس كوليبالي مريول الفريق القومي؟ بأي حق يسافر باسم تونس وعلى نفقة الدولة وهو إيفواري؟ صحيح جنسنا ملاعبي قبل، فلح منهم دوس سانتوس وكليتون، شنية الفايدة العظمى اللي يتوقع الثنائي الجاري ومعلول يحققها كوليبالي لبلادنا؟ ناخذ كاس العالم مثلا، أو على قليلا ندقوا انجلترا بحارة. وقت المسؤول الرياضي يتجاوز حدوده يولي اختر على روحه وعلى غيره، يفرض على الكابتن دي كيب في أي تلفزة يتكلم خارج تونس، هذا متاعنا وهذا مش متاعنا، يختار الوتيل اللي يعمل فيه ستاج في تونس ويختار البلاد اللي يعمل فيها ستاج البرة، والكل يصب في اتجاه واحد، مصلحة الشخص الواحد ومن معه. المونديال من حق الملاعبية اللي عرقت على الترشح، المونديال فرصة للملاعبية التوانسة قبل غيرهم. وقياسا على سؤال شكسبير في مسرحية هاملت، رائحة كريهة في دولة الدنمارك، نقول ثم رائحة كريهة من تغول الجري. دكتور لكن زادت أمراض الكورة معاه، عنف، تلاعب بالنتائج وجهويات، منتخباتنا تعاقدت مع الهزايم والخيبات. نسأل السيد وزير العدل، شنو تربح تونس من تجنيس كوليبالي؟ نسأل وزيرة الشباب والرياضة، بعد حصوله على الجنسية هل يستوي كوليبالي بالشهيد سقراط في الانتماء لتونس؟ هل كوليبالي يفهم معنى فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها؟ هل يدق قلبه بسرعة وقت يردد بصوت عالي نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام؟ كلامي للزوز، للرئيس وأمين السياسات في المنتخب، والنوت لهم الاثنين 23. التجنيس ضرورة إذا يحقق فايدة لتونس، أما تجنيس التبزنيس فلا. الجنسية التونسية البرة من ملعبكم ومن فضلكم، ألعبوا قدام داركم.